تعزمت هنا مدينة فرنسية اسمها أنجي، حقضي فيها يومين وحنشوف الخير. مدينة شو اسمها؟ أنجي. أنا بقول أنجرز وما هي أنجي. جميلة جميلة، لا تستحق الواحد يتعذب ويتبهدل في المطر مشان. مكتوب لك إن القلعة دي استخدمت في بعض الأحيان مكان لإقامة النبلاء، وفترة طويلة استخدمت كسجن في القرن الـ18. هذا مقطع للغرف اللي جوا، وهذا مقطع للبيوت اللي جواها. هاي السجادة تبع المشهورة. القلعة من فوق، في طلعة لفوق يا ترى، في طلعة. شو هذا؟ يعني هاي غرفة من غرف السجون. لك القاعة دي الصغيرة اللي انت شايفينها كان بتسيع 60 سجين، والأرض سودة لأن الحجر تبعها، يعني القلعة مي معمولة على أرض بركانية. هلا هنطلع نشوف المكان في القلعة من فوق. أحلى شيء إن أنا يعني في القلعة كلها لوحدي، الظاهر الدنيا مطر فما حدش بيجي على القلعة دي، أو البلد صغيرة ما أعرفش. بس إحنا إيه بنكتشف المغامرات الإنديانا جنسية في حواري مدينة الأنجي. يا أنجي برد يا ماما، الحقيقي برد. يلا أطلقوا السهام، أطلقوا المدافع، اضرب، اقصف. النصر أو الشهادة. شايفين مدينة أنجي حلوة ازاي؟ تجنن مدينة أنجي. شايفين الجسور التاريخية؟ 1 2 3 4، هيك من اليمين وهيك من اليسار. حلوة جدا القلعة. هلا كنا تحت هنيك، شايفين المدخل كان هون كله مية، اللي عايز يدخل يتفتح له الباب هون. هلا فهمت ليش غيروا، برضه محتاجه ذكاء. انت هلا كان هون بيوقف حراس بالسهام، لما كبروا القلعه صار لازم يحطوا مدافع، فما عادش الجزء يكفيهم، قام اضطروا ان هم يحفروه ويخلوه مدور هيك ويفتحوا راسه مشان المدفع يضرب. احلى شيء شايفين الدرج اللي حاطينه على الدرج اللي على النهر مشان تقعد تتفرج على البحر من عليه. جننتيني أنجي أنجي. أحلى شيء أنا التمشاي هاي، امبارح تمشيت على هالجسر بالليل، روعة. اكتشف حاجات عايز أزورها في المدينة، برج كده، قلعة كده. بس في حاجة لفتت انتباهي، البرج اللي هناك ده والكاتدرائية دي، وهدول واو، وهدول اللي حاول اني ازورهم. حلو جو، حلو هاي المدينة. شايفين زارعين المنطقة اللي كانت فيها النهر زمان. بدي حدا يصورني. اخ يا ربي، هلفك حتة عشان ايه؟ مش حاجة، اعتقد أنجي مش حاجيها تاني، يعني انا ما بروحش بلد مرتين. طيب عشان كده في كل حتة بروحها بفصصها، لاني يمكن ما اجيش تاني. البلاد كتير، ليش اروح دولة او مدينة مرتين؟ واو، في طلعة ليه فوق كمان. واو، هيك بقت فوق أنجي، حلاوتها أنجي، حلاوتها زايدة حتة. ياكلوها الساعة 6. أغاني القديمة دي ما تعرفوهاش. حلاوتها زايدة حتة.
الساعة 6 هسي. واو لا أنا أخاف من موبايلي، أخاف عن موبايلي برد، أنا شكلي حأمرض مرضايا. والله كبيرة يعني، أنا مش شكلها أبدا كبيرة لما أصيتها امبارح، كبيرة كبيرة يعني سبحان الله. أنت متخيل؟ متخيل أنا عالي قد إيه؟ جيش مقرب عليك وانت شايفه من تحت، جاي انت جيم اوف ثرون، جيش البرد هجمه وقفت تحت عايزين يطلعوا بقى. تخيل الصعوبه قديش، ان واحد عايز يقتحم القلعه بده يتسلق كل هالارتفاع اللي هو فوق ال 200 متر ليوصل لعندي، وهنا بقى ايه نرمي بقى عليهم احجار ونار بتتحرق وميه سخنه وسام ومنج، كل ده تخيل قديش بعيد كان اقتحام القلعة صعب، ازاي كانوا بيحاربوا زمان معرفش. الله يرحم زمان وليالي زمان، يرحم زمان. الصورة ما حدش يقول لي الصورة مهزوزة ليه، الطريق مش يا ريت درجي، ده صخرة يعني ما... مش عارف اقول ايه، الصورة لازم تكون مهزوزة رغم اني جايب كاميرا وفيها مثبت بصري قوي جدا. بس دعونا نشتغل على اليوتيوب وتجيلنا مصاري نقدر نجيب كاميرا احسن ان شاء الله. هلا وانت هلا ما بتخلص ما بتخلص يا جماعة، انا هو بسافر لوحدي، حد يقول لي عايز اسافر معاك ويجي ينبسط، صدقني انا بطلع باسعار رخيصة جدا. يعني رحلة زي دي مدينة انجي بفرنسا مع باريس مكلفاني حد دلوقتي 20 يورو في 20 يورو في 20 يورو في 20 يورو، مواصلات 80 يورو، إقامة 15 يورو 15 يورو 15 يورو، يعني كلفتني تقريبا 3 أيام بباص فريكس باص كلفتني 120 يورو، والأكل بناكل إن شاء الله سندويشات برجر كينج أم 2 يورو، يعني الموضوع كله هيكلفك أجازة 4 أيام بحدود ال 150 يورو بس أو أقل، فاهمني او قال ده انا عشان بروح وبطلع وبنزل ممكن اصرف اكتر، بس لو فندق مع اقامه مع مواصلات مع اكل بحدود ال 120 130 يورو. اخ وصلنا للقلعه تاني. الحمد لله كنا فين وبقينا فين. ايه اشجار الرعب دي؟ انتوا ايه لازم تعملوا اي حاجه تخوف وخلاص، ما تعملوا حاجه كمان عارف يصطفلوا. لا بس اليمين حلو، اليمين حلو قوي، والشجر ده ايه يعني عشان الناس تيجي تقف تحتيه ويلعبوا استغمايه مثلا، ممكن الحراس بيلعبوا استغمايه. دمك خيلطش. صار الناس اللي حكموا القلعه تمام، ديوكس ريني لانجون، هذا من سنه 14409 ل 1480 ده اللي بداها تمام، وصلوا هيك سوري اول واحد بداها كان سنه 1350 ل 1364 اول واحد فوق تمام، وبعدين بوند ولوكسمبورغ شارلي مش عارف ايه ودونو وبنطانو وبيير تمام. المهم اساميهم فرنسيه تحس كانك بتقول موديلات ملابس جديده، إيفون أرجون يعني لازم تكون إيه قاف يعني، ريني أنجي إيفون أرجون دين بانتين يعني. المهم آخر واحد كان ريني أنجي سنة 1480، بعد كده انتهى عصر الديوك وصار المنطقة هنا منطقة عسكرية، كانت على طول في ناس بيحاولوا يهجموا ياخدوا المنطقة هاي، وبعدين استقرت الدولة الفرنسية فما عادت المكان يستخدم كقلعة ولكن تحول إلى سجن. وفي واحد مشهور جدا اللي هو ابن عم لويس الرابع عشر كان مسجون في الحته دي، مشان هيك يعني اتشهر المكان بعد ما هو اسمه نيكولا رونوي، كان ابن عمة لويس الرابع عشر اثناء الثوره الفرنسيه اتحفظ هنا لوحده في القلعه دي كلها. انا تحولت في الفتره القرون الاخيره الى سجن زي سجن الباستيل بفرنسا بباري، وبيحطوا فيها الناس اللي هم صعب او مشهورين ومستحيل ان هم يقدروا يهربوا من علو المكان هنا.
ولا نذهب الى اشهر منطقه حمامات الفرنسيه. شكلي بالقلعه كلها هي مو جداريه، هي مثل ما تقولوا سجاد، بس اخذ جداريه القلعه كلها، بيتكون من 6 سجادات جنب بعضهم، تمام. كل سجاده بتمثل شيء من يوم القيامه، كل من اول الناس بتبدا تقوم والملائكه بيحاسبوا مش عارف ايه. فهي اهم شيء موجود في القلعه، هي ال شايفين شلون معموله، هي قماش، والخلفيه الزرقاء، هي الخلفيه الزرقاء، انما القماشه نفسها اللي هي من اول لون الاصفر، هي 6 لوحات جنب بعضهم، 6. الديوك لوي، الملك لوي دي لورجون 14، هو اللي امر انها تتعمل. اللي رسمها جون دي بوج. تمام، بحاول اني اجيب شوية معلومات عنها. 7 سنين، 7 سنين قاعد يرسم اللوحات هاي، او 7 سنين يا صبر ايوب. الجدارية بطول 200 متر مربع، كان بيرسم تقريبا 1 متر مكعب في الشهر، عشان كده قاعد فيها 7 سنين. تمام، ما تقعدش تقول لي 7 سنين ازاي 100 متر مكعب في الشهر، انا مش انا اللي بقول، انا اللي بيقولوا هنا كاتبين وانا بقرا لكل اللي مكتوب. تمام، فبتمثل شو هي، اسف، هي طولها تقريبا 1 كيلو متر مربع، 800 سوري مش 200 متر مربع 800 متر مربع طول التايبس هدول اللي هي القماشيات الجدارية. تمام، واو، شايفين قديش كبيرة. سجادة، هاي الشرشيف تبعها. البطل في اللوحات دي سان جون، الموجود في كل صورة من مظاهر الأكولب أبوكاليبس أو يوم القيامة، والوجع بين الغير مؤمنين والنعيم اللي فيه المؤمنين. هو هيك اللي بيقول، انا بحاول يطلع حاجه بتبين ها سان جون بيدخل المؤمنين الجنه مثلا، مش عارف. المهم ان هي يعني مش مرسومه، ولكن هي معموله بالشو اسمه، مثل ما السجاده بيحطوا الخيوط مع بعض، عشان هيك اخذت، كان بياخد متر مكعب في الشهر. وهي مش معمولة الأبوليك أبوكاليبس اللي محطوطة هنا، مش زي الموجودة في الإنجيل، ولكن موجودة حسب تخيلهم في القرن 14 اللي اتعملت فيه السجاجيد دي. أخيرا المكان الروعة، روعة روعة، وادي القلعة من تحت، كنت طالع ماشي كده في الضلمة، ادي عمدة القلعة من تحت والأماكن اللي كانوا بيحبسوا فيه السجناء. حاجة، يلا نطلع. أخيرا شفنا النور. أتمنى تكونوا انبسطتوا في زيارة قلعة أونجي الجميلة. أنا مضطر أمشي، صحيح الشمس طلع بس قالوا لي في خلال 5 دقائق حتمطر مطر شديد، خليني اهرب بدي اتفطر اكتر. وكل قلعة وانتو طيبين، باي قلعة أنجي.
واي افتح يا سمسم. اوكي يلا واي.